يجيني عبيد متعبيد عندي في قدري هون محام السيارة طول شغل المكان هون اللي انت معك فار بالغير بيعيش مدى قال لي توقع تحت داي شغلار قلت له فيش داعي خي خذ الفار للنمرة بطيني وظيفة عندك قال لي وتعرف تحكي كمان شوفي ما ألقم وما أخبسه قلت كيف انه عم بيكيف عم بيعيش قلت له خذ الفار للنمرة بطيني وظيفة يعني مش بحاجة للشغل اذا عندك شو وظيفة قال لي توقع تحت داي شغلار اللي رايحين وراي عملوا لي حرام شو رايك انا مره كنت بالنواطيه ايدي براسي انه اذا بركي كسرت ايدي انا وراجع كنت بسوق البوار جيت من النواطيه لعمري هذا بالفتاس وبالفتسيون وبهي هاي حطيتها على الشباك على الدخل عنده كفاءه لسان بس هني ما بدو لا بيفحصوه لا بيفحصوه لا بيعطوه على اخي يعطوه على حجمه بلاش اكثر ما في هلا مره سالته يلا طلع وزاره الشؤون الشرعيه مدير المركز قلت له بخي اذا عرفت مطالبنا على الوزراء وعلى النواب وعلى الشعب اللبناني حدا بقول لا قال لا قلت له بخي ليش بتعطي ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا اعانه ولا الو الك عنا مثلا شغله او بس بيعطوك هي النطاق بتفتخري فيها انت شائع هذا الحياه شائع هذا الحياه